في اليابان بعث رئيس الوزراء شينزو آبي ذراعه الأيمن يوشيهيد سوغا الأمين العام لمجلس الوزراء إلى حاكم أوكيناوا تاكيشي أوناغا لإقناعه بقبول مشروع تأسيس قاعدة عسكرية أمريكية سيتم نقلها من موقع آخر في الجزيرة. نقل قاعدة لاهينوكو هو السبيل الوحيد للحفاظ على التحالف بين اليابان والولايات المتحدة مع إزالة الأخطار الناتجة عن الموقع الحالي. حاكم أوكيناوا رد قائلا: الناس في أوكيناوا لم يرحبوا أبدا لاستقبال القاعدة العسكرية، أود أن أركز على هذا، وطالما الحكومة تزيد في إصرارها سيستمر العمل، سيصبح الناس أكثر عزلة وغضبا في أوكيناوا. وتحتضن أوكيناوا الواقعة في أقصى جنوب اليابان أكثر من 47 ألف جندي أمريكي، ما أدى إلى تصاعد الشكاوى من الأهالي لكثرة الضجيج وازدياد المخاطر، إضافة إلى ارتفاع مستوى الجريمة مستشهدين بوقائع حدثت في السنوات الأخيرة.